مو ضد الإحالة أو تحال هذه إلى اللجان، احنا نتكلم عن الكم الهائل من المشاريع، 107 مشروع، 15 يجي منها ويجي 120، يعني 120 مشروع معالي الرئيس يجي منها 19 مشروع، والتحول والحكومة تلقي أكثر من 100 مشروع، وهذه مهمين يعني بالنسبة حق ما تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين، تتعلق بقطاعات كثيرة معالي الرئيس، لكن 19 قانون اللي جابتها الحكومة كلها مادة مادتين معالي الرئيس. احنا نطالب ان هذه جميع القوانين ترد، واحنا قاعدين نسعى لاعادتها مره ثانيه معالي الرئيس. قدم طلب. ف 120 قانون دتي الحكومه ب 19 واحد و101 قانون طيحتهم، يعني نعي كثيرا معالي الرئيس على تعديل اللائحه، تعديل القانون، بس مو لدرجه ان احنا نفقد كل القوانين اللي كان اصحاب السعاده النواب من 2010 لليوم تلقيها الحكومة في شخطة قلم معالي الرئيس. هذه القوانين من 2010 ل 2022 لقت أكثر من 100 قانون معالي الرئيس، وهذا شيء غير مقبول. الرئيس أكد كلام زميلي النائب الثاني أحمد قراطة. الأخ معالي الوزير سعادة الوزير ذكر لنا في الجلسة الماضية، قال لما سألتها سؤال قلت له وين المشاريع ال 120 أو بالأحرى 128، إيش قال لي؟ قال لي أبشر، هذه أبشر، هذه الحين أبشر. هذا مع الرئيس، هذا هو نوع التعاون اللي تكلم عنه الحكومه. شايف شلون؟ يعني اذا احنا تكلمنا ما تكلم فراغ. 128 مشروع الحكومه عدت بعضها واحنا عدينا الباقي. هي جهد للمجلس، مو من حق الحكومه تمنع وصول هذه المقترحات للمجلس وتحت اي مبرر. صحيح ان اللائحه تقول هذا الكلام، بس مضمون العمل وروح العمل والتكامل بين السلطتين يحتم على الحكومه ترجع المشاريع او تشرح لنا الان ليش ما رجعت بقية مشاريع؟ ولما قلت أبشر قلت بيجيكم الرد، قلت بيجيكم الرد الأسبوع القادم وياكم الرد. هذا الأمر الأول. سألت النائب أحمد قراطة قال بأن قوانين من 2010، لا، في قوانين من 2006، صار لهم 16 سنة لم يبت فيها المجلس من 2006. قضية أن أنا أبدي مبررات لم يلزمني الدستور أو اللائحة ببدء مبررات بالتمسك وعدم التمسك بالقوانين، مثل ما تفضل سعادتنا بالأول، قوانين أصلا الحكومة قدمتها ولم تتمسك بها، وانت قدمتها والشورى قدموا، إذا الحكومة تنظر إلى المصلحة، الحكومة بتنظر إلى مصلحة الوطن من خلال تشريعات، فعندما ترى بأن القانون لأي سبب من الأسباب ومثل ما قلت لا الدستور ولا يلزمني بإبداء مبررات، وإلا أنا بالنسبة لي عندي مبرراتي الخاصة، يعني اللي تخليني أحاول أن أنا أكيف التمسك عدم التمسك بمبررات، وإلا حسب اللائحة لا إلزام في ذلك. في قوانين طبعا صدرت فيه تشريعات، يعني أتمنى من الأخوة النواب أن يرجعون للقوانين ويستعرضونها، سيجدون أن بعض القوانين هذه من 2006 جاءت تشريعات لاحقة، أصبح من عدم وجود جدوى لتكرار تمسك بهذه القوانين.